الجهاد في سوريا ومن ثم ذات راس، وبعدها كان إلى الجزيرة السينية القطري، وطبعا كان مع الوحدات، ذهب إلى السينية ثم ذهب إلى حطين وعاد إلى الوحدات مجددا بعد فترة إعارة. هذا أحمد سمير من أفضل اللاعبين في كرة القدم الأردنية بتنفيذ الركلات الحرة المباشرة، وهذه كرة بالعارضة، السيفي متابعة ومرة ثانية، وكادت أن يكون الهدف الأول. تنفيذ رهيب من أحمد سمير، تنفيذ جميل من أحمد سمير. شوف، مختص بالركلات الحرة، مختص بالكرات الثابتة، والسيفي فيها متابعة وفيها ركلة جزاء للرمثة في الوقت القاتل، في الوقت الأخير، وعبد الله أبو زمع وأخيرا يتحرك من دكة البدلاء. إذن ركلة جزاء والاحتكاك ما بين عبد الله ومين؟ مصعب اللحام، عبد الرحمن، وبالفعل الخطأ كان واضح من عبد الله. على أي حال الاحتكاك موجود، وركلة الجزاء محتسبة لفريق الرمثة، وحمزة دردور بمواجهة ركلة الجزاء محتسبة لفريق الرمثة، وحمزة دردور بمواجهة أحمد عبد الستار. خلينا نشوف تنفيذ ركلة الجزاء، هل يفعلها الرمثة وينتزع النقاط الثلاث؟ ومعقدة كانت أمام الوحدات اللي كان الطرف الأفضل على مدار 90 دقيقة، كان الطرف الأفضل. خلينا نشوف حمزة الدردور هل يسجل في مرمى فريقه السابق الوحدات. حمزة الدردور، جول، هدف رمثاوي، وبكل أخلاق وبكل رقي حمزة الدردور يرفع يديه ويعتذر من فريقه السابق، ولكن يهدي حتى اللحظة النقاط الثلاث لفريق الرمثة في الوقت القاتل. الدردور للمرة الثانية يقود الرمثة للريادة والمقدمة، هدف للرمثة لا شيء للوحدات. الدردور في منتصف المرمى، في منتصف المرمى حمزة الدردور بهدوء وبثقة، والرمثة واحد، الوحدات لا شيء، الرمثة صبر وفي النهاية كان هذا الهدف في اللحظات الأخيرة. إذن نتيجة وتقدم رمثاوي، هل في وقت متبقي؟ نلعب الآن على ساعة الدكتور محمد عرف، هل يفعلها الوحدات في الوقت ما بعد الضائع؟ ولكن مالك شلبية يحصل على الكرة ويحافظ عليها، ركلة جزاء جريئة من الدكتور محمد عرفة اللي يحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 94، أعتقد فيها الكثير من الجرأة. مباراة يعني بالآخر بدأنا نشاهد يعني إثارة. هذه كرة ثابتة، يزن ثلجي، زيادة عددية وحداتية، وخطأ لمصلحة الخطأ لمصلحة الرمثة. كنا نعتقد ممكن يكون في ركلة جزاء، شفت محمد عرف ركض باتجاه نقطة الجزاء، ولكن كان القرار بخطأ عكسي لمصلحة الرمثة. إذن الرمثة يخطف فوز، لسه لم تأتي الصافرة، تأتي الآن الصافرة، صافرة محمد عرفة ليعلن عن فوز رمثاوي على فريق الوحدات هنا بهدف دون مقابل، لم يتحقق منذ زمن بهدف دون مقابل، ويتصدر الرمثة المجموعة برصيد 6 نقاط ليخوض مباراته القادمة مع فريق سحاب، بينما